بصوا كده لو دخلتوا على الفولدر اسمه بريبيرتو اكزام هتلاقي هنا انفورميشن على الاكزامز بتاعت السي سي ان بي سواء راوتنج او سويتشنج او تي شوت. التي شوت تكلفه الامتحان ب $300 بيجي لك فيه من 15 ل 25 سؤال، 6 اسئله معروفين ومحفوظين ما بيجيش غيرهم ام سي كيو تمام، ويجي لك 2 مثلا سيميوليشن ولا حاجه وكام تيكت كده مثلا في حدود 4 تيكت ولا حاجه. التيكت دي عباره عن لا في مشكله وانت مطلوب منك تعرف المشكله على انهي جهاز والحل بتاعها ايه، يعني ايه الحاجه اللي هتعملها عشان تحلها. فهو اصلا في ناس بتشرح التيشيرت انها تقعد تشرح لك التيكتس واللابات اللي بتيجي في الايه في الامتحان يعني. ودرجه النجاح فيه 846 من 1000. لو سيادتك دخلت على اكزام دامب اند لابس 300 125 هتلاقي التيكتس بيانات عن كل التيكتس اللي بتيجي زي التيكت كويتشن، دي الاسئله اللي بتيجي على التيكتات بيبقى لاب طبعا، ومطلوب منك تحل الايه الباكت تريسر، دي التيكتات اللي بتيجي معموله حد عاملها انا منزلها جاهزه مع الباكت تريسر. يعني انت لو فتحتها كده هو لا هو نفس اللاب، هو اللاب بس كل مره في مشكله مختلفه، المشكله على راوتر مختلفه هو اللاب ده. مرة تبقى المشكلة هنا، مرة تبقى المشكلة بسبب الاوز بي اف، مرة مشكلة في الاي اي جي ار بي في المنطقة ديت، مرة مشكلة مثلا في الاس تي بي، وهكذا بقى انت مطلوب منك تكتشف المشكلة فين وحلها ايه. اتفضل يا حبيبتي. فهتلاقي هنا كمان لو انت عايز تبني انت اللابات دي والتيكتس انت تبنيها على الجي ان اس 3، الكوماندات موجودة عندك اهي لكل جهاز في التيكت ديت. هي طابولوجي معروفه، الطابولوجي اللي انت شايفها قدامك ديت هي دي اللي بتجي لك وفيها مشكله. اوصفها لك سريعا، ده خلي بالك ده اللي ده 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 اي بي فيرجن 4، في لاب تاني اي بي فيرجن 6 شغال عليه ريب ان جي واوس بي اف فيرجن 6، احنا ما اتكلمناش على اي بي فيرجن 6 ده برضو. التيكت دي بتجي لك وفيها مشاكل، خليني اكلمك على التيكت ديت. بص ده سويتش ده شغال ايه، ده مالتي لاير مالتي لاير سويتش، ده واصل باجهزه هنا واجهزه هنا، المنطقه دي كلها كده شغال عليها اي اي جي ار بي، دول كده شغال عليهم او اس بي اف بس متقسمين لاريا، اريا زيرو طبعا لازم يتفرع من اريا زيرو اتنين اريا يعني كل اي اريا تانيه بالظبط تفرع من اريا زيرو 34 ودي 12. وعلى ما اتذكر الاي اي جي ار بي معمول له ريديستريبيوشن داخل الاو اس بي اف تمام. وهنا بقى شغال ايه البي جي بي، هنا اوتونيموس سيستم وهنا اوتونيموس سيستم ايه مختلف تماما، وفي نات هنا والدنيا دلت نات زي ما انت شايف كده. هنا جايب لك ايه بقى، شايف المنطقه دي جايبها لك بالتفصيل شويه. بص انت لو بصيت هنا ده دي ديستريبيوشن سويتش 1 ديستريبيوشن سويتش 2، بس في الرسمه دي موضح لك اكتر الفيلانز اللي جواه وارقامها، ومشغل اتش اس ار بي، اتش اس ار بي مخلي واحد اكتف والتاني ستاند باي وارقام الفيلان وهكذا. وخلي بالك هو جايب لك هنا الرسمه ايه، دي الفيزيكال حقيقه الامر، ده مش دول مش لينك واحد ولا دول ليه دي كذا لينك ومعمول ما بينهم ايثر ايه بندلات، دي كده دي اللوجيكال دي تعتبر وكانها الفيزيك اللي هي بص شبه هنا دي، هو موصل بندلات عامل ايثر تشانل هنا تمام، اهو جايب لك وصف ليها، وده دي اللي هي بتاعت ال دي بقى ايه التيكتس. بص هو يا اما تطلع المشكله على لو اكتشفت المشكله على سويتش 1 حاجه من 3، يا مشكله تبع البورت سكيورتي، في ناس عاملين كده عشان يسهل لك حل التيكت يعني، يا اما يطلع في بورت اكسس مش محطوط في فيلان 10، يا اما بورت اتشغل نوت الاون فيلان 10. لو المشكله طلعت هنا يبقى الحل حاجه من الاثنين دول، لو المشكله طلعت هنا يبقى الحل حاجه من الاربعه دول، مشكله في الاوث بيف اوثنتيكيشن، مشكله في الاكسس كنترول ليست اللي بتحدد مين يتعمل له نت وما يتعملوش نت، مشكله في البي جي بي النيبر الاي بي بتاع النيبر غلط تمام كده، يا اما المشكله في ار 2
فالكلام ده في الاي في اللاب بتاع اي بي فيرجن 6 يقول لك الاي او اس بي اف مش انيبلد اصلا. يا اما مشكله مثلا هنا في ار 4 يقول لك الاي اي جي ار بي رونج اوتونوماس سيستم. مش احنا قلنا الاي اي جي ار بي لازم رقم اوتونوماس سيستم يبقى واحد على كله؟ الرقم بيقول لك الرقم غلط مش واحد على كله. في مشكله في امر ديستريبيوشن الدي اتش سي بي رينج مكتوب غلط، في انترفيس معمول له باسيف، تمام اهو. فانت مطلوب منك تعرف هي يعني المشكله على انهي واحد من دول. في ناس بقى عاملين ايه خريطه كده البنج، يقول لك بنج على الاي بي الفلاني، لو ايوه لو البنج اشتغل يبقى المشكله في اي اس دبليو 1 مثلا، او ما اشتغلش يبقى اس دبليو 1، اشتغل يبقى استبعد ده تماما، جرب بنج على اي بي تاني وهكذا. عامل لك خريطه بحيث ان انت تقدر تستنتج العيب فين بالظبط، ولو عرفت العيب على انهي جهاز مش هيخرج عن الاربع حاجات اللي ايه اللي يعني. حتى في هنا اهو تي شوت، ايوه كبر كده، بس في كان في واحدة أبسط من دي، دي التيكتس، بس دي التيكت بكل السؤال بيجي على، ودي فيها أسئلة كمان اللي هي اللي بتيجي في الامتحان. لا أنا فتحت دي، احنا قلنا جميع الاحتمالات يقول لك ايه بقى من كلاينت تروح على كلاينت 1 بنجري على 10 1 1 1 لو اشتغل يبقى اكيد التيكت خاص بار 1 وهتبقى واحده من الثلاثه دول. شوف بقى انت شو ران عليه وشوف، شوف هل الكونفيجريشن بتاعت البي جي بي فيها مشكله، لو لقيتها ما فيهاش مشكله شوف الاكسس ليست بتاعت النات، لو لقيتها تمام شوف الاكسس ليست بتاعت الوان، مش فاكر دي كانت بتاعت ايه، المهم حاجه يعني من الكونفيجريشن اللي موجوده احتمال الثلاثه دول. طب افرض بنكت على 10 1 1 1 ما اشتغلش، طب بنج على 10 1 1 2 اشتغل يبقى اكيد المشكله في ار 1 الاوس بي اف في مشكله في الاوثنتيكيشن. طب ما اشتغلش بنج على 10 2 1 1 اشتغل يبقى المشكله مش هتخرج غير ار 4. شوف الكوماند ده لو تمام يبقى او سوري اكتب شو اي بي اي جي ار بي نيبر، لو لو في نيبر شايف نيبر ليك يس يبقى المشكله في كذا، مش شايف نيبر واضح ان ان الانترفيس عندك معمول له ايه باسيف. عيش حياتك انت بقى مع ديت بحيث ان انت، والا انت لو فاهم الدنيا خلاص مش محتاج ان انت ايه تعرف الحاجات دي. هتلاقي بقى في الماتيريال اللي انا عاطيها لك هبص حتى فيه خطوات الحل كاتبها لك بطريقه ظريفه، يقول لك مشاكل راوتر 1 هنعمل بنج من كلاينت 1 على راوتر 1 مش هيرد وراوتر 2 هيرد، تبقى مشكله اوثنتيكيشن ودي الحاله الوحيده اللي راوتر 2 هيرد فيها. شايف بيحاول ان هو ايه يسهل لك الدنيا على قد ما تقدر، بص عليها وامشي معاها. فاضل ايه كده؟ لو سيادتك دخلت على الفولدر اللي هو اسمه تي شوت ده في اخره حاطط لك ترابل شوتنج، دي لابات اكاديمي سيسكو اكاديمي معموله فيها فيها شغل ترابل شوتنج ممكن تتدرب عليها. وده كتاب اهو تقريبا ده برضه اكاديمي فيرجن 6، هتلاقي فيه لابات كتيره شغل ترابل شوتنج بس. لابات بقى بيقول لك الكونفيجريشن هتعملها والمشاكل اللي فيها وهكذا. هتلاقي هنا شرح مهندس اسمه احمد عثمان شرح التيكتس كلها، كل تيكت بالحل بتاعها. تيكتس تانية مهندس احمد نظمي شرح التيكتس بتاعت التيشوت برضو، التيكتس والاسئله الاختيار والسيميوليشن اللي هي اللابات اللي بتيجي، تمام. ممكن ترجعوا لهم لو هتحضروا للامتحان. شفنا احنا برضو الكلام ده، كل سنة وانتم طيبين، اراكم على خير ان شاء الله في كورس السكيورتي باذن الله.